دار الكتب القطرية هي حقيقة نتاج تجميع كتب فترة طويلة تقريبا من أوائل الخمسينات. كان فيها الشيخ علي بن عبد الله الثاني كان حاكم قطر في تلك الفترة، تجميع الكتب، وهو حقيقة ورث هذه الرغبة في تجميع الكتب من أبائه. عبد الله بن جاسم ومؤسس قطر الشيخ جاسم كانوا هم مهتمين في الكتاب. تعد دار الكتب القطرية كأقدم مكتبة في منطقة الخليج، وهي تمثل مركز إشعاع ثقافي في الدولة، وقد حددت لنفسها أهداف ووظائف، منها جمع التراث الوطني وفهرسته وحفظه وتوفير مصادر المعلومات للمثقفين والباحثين والدارسين. الزبارة فهي فترة قديمة ومتأخرة ترجع للقرن الثامن عشر، فالتجار لما بنوا المدينة هذه الضخمة في الزبارة فجاءوا على أثرهم العلماء والأدباء، وبدأت الكتب تيجي إلى قطر، وصار الشيء معتاد في كل بيوت الناس. نظام المكتبة كانت النظام القديم اللي هو الكتاب اللي وبعض الكتب اللي توجد في المنازل أو البيوت، لكن لا يوجد كمكتبة. إن أهم ما يميز دار الكتب أنها تقوم بوظيفتين، وظيفة المكتبة العامة ووظيفة المكتبة الوطنية. فهي كمكتبة عامة تفتح أبوابها للجمهور وتقدم خدماتها لجميع فئات المجتمع، أما أنها تقوم بوظيفة مكتبة وطنية فهي تحرص على جمع الإنتاج الفكري القطري والحفاظ عليه والتعريف به من خلال إصدار البيبليوغرافية القطرية. بالنسبة للمكتبة التراثية تضم يمكن من أكبر المجموعات في الوطن العربي ككتب متحفية، وحتى توصل درجات الآثار، فهي توجد فيها حوالي 20,000 عنوان من أهم العناوين اللي للمعرفة. تستطيع مكتبة الخنسة أن تقدم للنساء المكان المناسب للبحث والدراسة ومساعدة ذوي الاحتياجات في عملية البحث والتعلم. بدأت المكتبة بعدد بسيط من الكتب والمستعيرات، وزادت خلال السنوات التالية حيث وصل العدد إلى 57,000 كتاب باللغة العربية، 17,000 كتاب باللغة الإنجليزية، 10,000 كتاب للأطفال باللغة العربية والإنجليزية، بالإضافة للانتقال لمبنى حديث واستخدام الأساليب الحديثة لجذب الأطفال. نعم، نتأمل أن تكون المكتبة مكان يرتاده الجميع في أوقات الفراغ، ونعمل على جذبهم من خلال ساعات العمل الإضافية في أوقات الفراغ للطلبة والمقيمين والشعب طبعاً القطري. I like to sit here and read books because it's very peaceful and it feels nice and it's a good atmosphere. When I come to the library, first thing I do is go down to the fiction portion because my daughter, she loves books and she tells me to get one for her. And then I go down to the management section because it's linked to my work. This library is very important because it's a source of knowledge. طبعا هي قديما المكتبة اللي ابتدت من صار لها الحين 50 سنة، واحنا يعني انا افخر ان بلدي ان اكتبت صار لها 50 سنه في قطر كدار الكتب القطريه، وان الان المرحله في يعني تحولت الى مكتبه وطنيه اللي هي متقدمه رقميه. حقيقه هاي اليوم اللي هو 2012، كيف بتكون في سنه 2030؟